الدور بتاع سلمى ده كان فيه كم مشهد؟ 150 30 20. فانا مش هتوقف على مشهد حصل عليه كلام، لان لا، انا هبص للصوره الكبيره. داليا عملت شغل جديد جدا عليها، مغيره في جلدها تماما. هجوم اللي حصل على داليا الايام اللي فاتت بعد عرض الحلقه السادسه، من المعروف ان في ناس قاعده كده ما بتعملش حاجه ممكن تقول كومنت، ومن المعروف ان في ناس تكون بتفهم والكلام ده يكون مش عاجبها. الناس كلها ما فيش حد بيتفق على حاجه. هادي الباجوري شابو ان هو شاف داليا في كده، وشابوهين 3-4 مليون ليها ان هي ادت الاداء الرائع الفظيع ده اللي دخل قلوبنا وصدقناها. بتحصل اشاعات عن فراج وبسنت، بتنصحيهم بايه يعني؟ بصي، هو في الاول الحاجات دي طبعا كنا بناخدها يعني ايه ده، ايه التهريج ده، ولكن التكرار بقى خلاص انت بقيتي ثلاجه، فبقيتي ولا كانك سامعه ولا شايفه حاجه اصلا. برحب بحضرتك استاذه منال الفطاطري، كلميني النهارده عن حضورك. فيلم بوي 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 احنا مستنيينه بقالنا فتره عشان نقول لمحمد بوي 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 ويلا جو 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 جو. فالحمد لله يعني تعبوا خلاص هنشوفه، وانا متاكده لان ده محمد من ساعه ما طلع وهو شغله الله ينور عليه حقيقي. يعني بتنصحي دايما فراج بايه وبسنت بايه في المجال العمل اللي احنا المفروض نتكلم فيه؟ يعني احنا عندنا لوجو كده ماشي في حياتنا وفي بيتنا، ان دايما الله وكيلنا وناصرنا. فاي زلازل، اي مطبات، اي صعوبات، اي مشاريع، على طول احنا عندنا صلاه استخاره وبناخد راي بعض. بس انت يمكن بس هي يعني ماشيه من دماغها شويه، بس ده كل طبعا الاحترام ليها، لان هي دلوقتي تستحق الكلام ده ومحتاجه له. انما هي ما طلعتش طبعا كده دخلت التمثيل، هي كده اكيد بتاخد راينا وكنا بنقف جنبها لغايه ما هي خلاص وبقت عارفه ما شاء الله قراراتها وعارفه ايه الصح وايه الغلط. والحمد لله هي ربنا برضو كرمها، لان هي ذكيه جدا، ومحمد طيب جدا وذكي جدا برضو في شغله، فاختياراتهم دايما صح، ما بيعملوش كده اي حاجه. وداليا عايزين نزود كمان ان داليا من اول يوم طلعت فيه ما فيش عندنا حاجه اسمها الانتشار، ما فيش عندنا حاجة اسمها أنا عايزة أشتغل وخلاص، لا ما فيش الكلام ده، لأن هي قديمة، هي بتمثل من وهي في الجامعة، يا ما عرفش أنتوا بالظبط، فهي يعني قديمة في الشغلانة وتربت على إيد أساتذة كبار قوي علموها أن هي مش الشغل للشغل، لا الشغل للنجاح وللمتعة الذاتية، والمتعة طبعا الناس اللي احنا بنشتغل علشانهم. يعني بتحصل اشاعات عن فراج وبسنت، بتنصحيهم بايه يعني؟ دايما معرضين للاشاعات، معرضين للكلام عن حياتهم الشخصية، بتقول لهم ايه؟ بصي، هو في الاول الحاجات دي طبعا كنا بناخدها يعني ايه ده، ايه التهريج ده، ولكن التكرار بقى خلاص انت بقيتي ثلاجه، فبقيتي ولا كانك سامعه ولا شايفه حاجه اصلا، وبقيتي بالعكس تستغربي لما الناس بتسالك السؤال ده. يا جماعه ما خلاص احنا اتعودنا وانتوا لسه ما اتعودتوش كده يعني. داليا عايشه حاله نشاط فني غير 5 جولات في السينما وفي الدراما سفاح الجيزه. سيره 5 جولات لان الفيلم ده جامد موت، وبجد اللي ما شافوش خسران كتير قوي. انت شفتيه الفيلم فعلا تقنيه، من يعني لو هنتكلم على التقنيات والفنيات، فيلم والله العظيم ما فيهوش غلطه، ويعجب كل الناس على كل الاعمار وكل المستويات. كل اللي دخلوا خارج منبهر، وانا منهم وانا بفهم كويس في الصناعه. لا الفيلم متعوب فيه جامد، والناس اللي فيه بجد مقدمين حاجه نظيفه ومتكلفه، مش متكلفه فلوس بس، لا متكلفه فكر ووقت ومجهود ونيه ان احنا عايزين نعمل حاجه كويسه، فربنا اداهم. ممكن يكون حظه مثلا عشان بس هو جه في الوقت بتاع المصيف وكده، طبعا الافلام كتير مش ملاحقين، بس انا متاكده ان اول ما يتعرض على البلاتفورمز يعني لا 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 هيتشاف صح، ومستنيه الفيدباك بتاعه. انتي بتتفرجي طبعا على حلقات سفاح الجيزه ومتابعه الحلقات، عايزه اعرف رايك الشخصي وايه رايك في ردود الافعال اللي معموله على سفاح؟ طيب المسلسل طبعا برضو التعب فيه جامد، هو اكشولي يعني الواحد كده خلاص وكل حاجه بتديها بتديكي، فالمسلسل الناس تعبت فيه وعملوا حاجه جديده قوي، وطبعا المخرج الجامد قوي الجميل قوي يعني راجل المتنوع المتجدد المتألق عمل شغل زي الفل، واحمد فهمي يعني فاجئنا كلنا، القمر ده يعني انا ببقى قاعده اتفرج مش عايزه
مش عايزه امشي، يعني I'm stuck. وساعات الاقي نفسي قاعده على الكرسي كده، ايه ده يعني، وانا يعني انا المفروض عارفه ايه اللي بيحصل. فلا هم ربنا كرمهم. داليا عملت شغل جديد جدا عليها، مغيره في جلدها تماما. انا ما كنتش متخيله، انا عارفه ان هي موهوبه جدا وعملت طبعا مين الف حاجه قبل كده، وبالذات في الجامعه وشفتها وهي بتغير جلدها. بس دراما ومسلسل هادي الباجوري، شابو ان هو شاف داليا في كده، وشابوهين 3-4 مليون ليها ان هي ادت الاداء الرائع الفظيع ده اللي دخل قلوبنا وصدقناها، لان هي فعلا كل مشهد ليها. وطبعا احنا انا مش بتكلم على مشهد ولا اتنين، هي من ساعه المسلسل ما ابتدى وهي انا مصدقه ان دي واحده اسمها سلمى في المكان ده في الشغلانه دي، انها واقفه في محل موبايلات في الظروف اللي اتعرضت فيها من ابوها وامها والبيئه اللي غير صحيه اللي هي طلعت فيها، اللي مخليها بتنفس من اختها وامها مش بتديها حاجات كتير شويه نفسيه كده. طبعا انا بس سوري عشان انا درس علم نفس، فلو قعدت اتكلم معاك كده هتكلم معاك كتير. ان اول يعني هي شربت وكلت الشخصيه كويس قوي وورتنا الكلام ده. هجوم اللي حصل على داليا الايام اللي فاتت بعد عرض الحلقه السادسه، شايفاه ان هجوم عليها بسبب ان هي دلوقتي ناجحه دي غيره اعداء النجاح هم اللي قاصدين يعملوا الهجوم ده عليها؟ بصي مش هقدر، مفيش حاجه مطلقه في الحاجات دي، بس هو من المعروف ان في حاجه اسمها اعداء نجاح، ومن المعروف ان في حاجه اسمها كامبينز، ومن المعروف ان في ناس قاعده كده ما بتعملش حاجه ممكن تقول كومنت، ومن المعروف ان في ناس تكون بتفهم والكلام ده يكون مش عاجبها. فعادي كله مقبول وكله موجود، والناس كلها ما فيش حد بيتفق على حاجه. يعني احنا برضو مقوله ربنا عليها ان اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام الناس اختلفت عليه، فلا. انما هي يعني احنا بنتكلم في ايه، هي الدور بتاع سلمى ده كان فيه كم مشهد، 150 30 20، فانا مش هتوقف على مشهد حصل عليه كلام، لان لا انا هبص للصوره الكبيره. وحتى اللي حصل عليه كلام ده في وجهات نظر، انت ممكن تشوفي الحاجه الوحشه انا شايفاها كويس، فاحنا مش هنمسك بقى السكاكين لبعض، لان الاداء كان مبهر وده كلام ناس كتير قوي من الصناعه اللي هم المفروض بيفهموا في الكارير. فاحنا الى الامام والله وكلنا وناصرنا. نصحتيها بايه اول لما هي شافت ردود الافعال السلبيه بعد المشهد بعد عرض الحلقه؟ بصي هي طبعا كلام اثر فيها طبعا، وسبيشالي ان هي حبيبتي كانت يعني في البيك، او كانت مبسوطه بنجاحها والناس مبسوطه بيها، ولكن احنا يعني اتعودنا ان احنا نبقى اقوياء ما نبقاش ضعاف ابدا. فانت ممكن تتهزي شويه بس مش هتفضلي عامله كده، لا انت لازم تقومي كده وترفعي راسك وتثبتي ان انت لا انا قويه. وانا ببص مش عايزه اقول بقى كلام كليشيه نص الكوبايه المليان والكلام ده، لا انا ببص لتعبي وشغلي هو بيتحدث. بس سيليك يا استاذه حبيبتي.